حاجه اللي نوصيكم عليها الشباب اللي كي يلا غيبدا يتحرك دابا في سلك الالتزام والاستغلال، وان كان هذا المبدا هذا ما فيش القدام وجداد، الفيتان كتضرب في كل شيء، الله يثبتنا واياكم. لكن ملي كيبغي يبدا الشاب يلتزم بعد المرات اش تيدير؟ ينقطع عن بعض العبادات اللي هي مهمه جدا، وهي العبادات الاجتماعيه او العبادات ذات البعد الاجتماعي. اش كيولي؟ كيولي فريسا للوسواس. هذه مهمه جدا يا شباب، ردوا لها البال، فطنا لها من بعد داكشي. ولينا كان نبداو نوصوا عليها دابا الوليدات والولاد والبنات. ملي تبدا تدخل في مسلك الاستقامه بغيتي ولا كرهتي عليك ان تختار طريقا. ما يمكنش ترادي الخواطر كاملين، ما يمكنش تبقى كتجمع مع الحشيشيه ومع اصحاب الديسكوتيك ومع اصحاب الزهو ومع اصحاب الخروج ورا 12 الليل، وفي نفس الوقت كتجمع مع اصحاب الذكر ومع اصحاب القران. ما يمكنش تجمع مع هادو كاملين. ضروري خاصك تفصل. الطريق اللي انت غادي فيه غيفرض عليك انك خاصك تفصل، خاصك تعزل. فملي غادي تعزل غادي تلقى واحد النوعيه ديال الناس اللي هما اتقياء وانقياء، فيهم الديفوات ديالهم كيفك انت الديفوات ديالك، غنحاولوا نمشيو مع بعضياتنا. لكن ما تغفلوش على نوع اخر من العبادات. كاين عندك العباده ذات البعد الاجتماعي على راسها صله الرحم. راه ملي كتمشي عند خالتك وتمشي عند عمتك وتجلس معاهم وتقشب وتضحك وتشرب داك الكويس ديال اتاي، انت بالنسبه لك راه مشيتي دوزتي العشيه وجيتي. لا شريف، انت راه النفسيه ديالك تخدمات، وخصوصا ملي كتكون ناويها رحم، صله رحم، تريد بذلك وجه الله عز وجل والدار الاخره. راه النفسيه ديالك والقلب ديالك تيتخدم، تتخرج بنفسيه ارقى واكثر صلابه وقدره على تحمل الاشكالات. اللي كتبقى عاطيه غير القران، الصلاه، الجامع، الدار، البريباراسيون، كي كنقولوا هذا الشيء راه شيء طيب، لكن بوحدو ما خدامش. كي كنقولوا بالدارجه الشعبيه تتخلوى، كنتي بحال ذاك المش اللي مولف في الدار، لكن واحد النهار خرج للزنقه. من هذا ضربوا لهذا بوطوا لهذا دار ليه كذا لهذا دار ليه كذا، كيولي واحد جاي باغي يعطيه فرماجه يقدر يقمشوا في يدو. كتخلوى ما كتبقاش عارف العلاقات الاجتماعيه، ما كيبقاش عندك لهذاك الحس ديال التعامل. في هذه الحاله انت راك ماشي قوي حيت سديتي على راسك، وليتي اضعف من هذه. كيولي الريح اللي جاي هربك، وهذو هما اللي اغلب نوع الحالات الوسواس. انا ماشي متخصص، غير كنقول لكم الناس اللي كيسولوني كنحاول نحيلهم على بعض الناس اللي هما في اليوتيوب ولا شي حاجه. كالدكتور طارق الحبيب عنده سلسله حلقات، اخونا الاستاذ المهدي الشاوي جزاه الله خيرا عنده واحد السلسله ديال هدي ربي الناس في علاج الوسواس. كاين الدكتور هيثم طلعت عنده تقريبا شي تسجيل ولا جوج على قضيه الوسواس القهري. يعني على الاقل كتعطيه خط اللي ممكن يتبعه باش يحاول يعتقد. انا ماشي متخصص، لكن كنسمع بزاف ديال الاشكالات، واغلب هاد الشباب هادو شباب اللي بدا كيتحرك شي شويه في سلك الاستقامه، لا من جهه الاولاد لا من جهه البنات. اذا ذاك العبادات اللي عندها بعد اجتماعي، قلت لك على راسها صله الرحم. واذا راه عندكم تبارك الله هنا النوادي مثلا في المدرسه الحسنيه، عندكم النوادي واللي ماشي مدرسه الحسنيه ربما يصلوا هذا التسجيل هذا، كاين الجمعيات الخيريه، سيروا تحركوا مع هذوك الجمعيات. غادي تشوفوا ايتام، وغتشوفوا ناس مرضى، وألذ ما يحس به الإنسان ماشي الحاجة اللي كياخذها، هو الحاجة اللي كيعطيها. وكتشوف الفرحة في عين الناس، هذه راه ماشي مشينا ودوزنا واحد العشية وتأثرنا وجينا، لا عاوتاني راه النفسية ديالك تخدمات، راه القلب تحطوا فيه شي أمور ودار ليه شي دروع واكتسب شيئا من الصلابة والقوة وصار في سيره نحو الله سبحانه وتعالى.